كثير مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم من جديد في هذا البث المباشر من الدار البيضاء. مرحبا بكم مشاهدينا في اطار هذه الجوله الليليه اللي كنقوموا بها معكم البعض من احياء وشوارع مدينه الدار البيضاء. فالان حنا كنتواجدوا معكم مباشره في عين دياب. معكم متابعينا في اطار القيام بهذه الجولات الليليه اللي كنشوفوا فيها معكم شوارع مدينه الدار البيضاء في زمن الحجر الصحي. فغادي نحاولوا على اننا نقراو بعض من تعليقاتكم. صباح الخير عليكم متابعينا الكرام. ام رزان، الاخ ياسين، السلام عليكم. ورده جورج، توحشت بلادي. اختي بلادك حتى هي توحشاتك، ان شاء الله ترجعي ليها في اقرب وقت اختي ان شاء الله، وتشوفي الاهل والاحباب ديالك. رضوان اوريرو اوريور كيقول اللهم ارفع عنا هذا الوباء. امين خويا رضوان، يا ربي امين، الله يرفع علينا هذا الوباء هذا. أجواء غريبة في كورنيش عين دياب، يعني موافيش على أننا نشوفو مثل هاد الشوارع الفارغة نشوف هاد المكان. يعني أجواء ديال كورونا فكنعيشوها أجواء خاصة. الله يرفع علينا هاد الوباء هذا إن شاء الله يا رب العالمين. اخ يوسف، سلام من ايبيزا. سلام خويا يوسف، تحيه ليك وتحيه للجاليه المغربيه في جميع انحاء العالم.
اخت اميره كتقول المهم الدنيا خاويه اختي الدنيا خاويه. انت كتشوفي اجواء ديال الحجر الصحي يعني باينه واجواء ديال الحضر موالفينش نشوفوا مثلا مثل هاد الشوارع ديالنا هكا. الله يرفع علينا هذا الوباء هذا ان شاء الله يا رب العالمين. يعني كيف كتشوفي شوارع اللي هي رئيسيه الان فهي فارغه. ايوب شكرا خويا على الجوله. مرحبا خويا ايوب. كاين بزاف ديال الناس اللي يعني برا بلادهم وتوحشوا بلادهم يعني توحشوا الاجواء توحشوا يشوفوا غير يعني كيجيو ناس اخرين كيعاودوا لهم هنا كيفاش ولات هاد البلاصه تبدلات هنا يعني وهما عاشوا يعني ذكريات الجميله اللي طاوله سواء في الطفوله ديالهم سواء في الشباب ديالهم. الظروف خلاتهم على انهم يهاجروا يعني وكاين بزاف ديال الناس اللي ما بقاوش جاوا حياتها هذه ومده فكيبغوا يشوفوا. والله الا خويا يعني كيوصلونا رسائل خويا عافاك دير بينا هنايا في البرنوسي خويا عافاك بغينا جوله هنايا في الحي محمدي يعني بزاف ديال الناس ماشي يعني بزاف ديال الاعداد ان شاء الله كاع هاد الناس هادو كاع هادي وكاع الجاليه المغربيه ان شاء الله يرجعوا لبلادهم ويشوفوا الاهل ديالهم واللي عنده خدمته تما يرجع يكملها واللي عنده قرايته يرجع يكملها. يعني عشنا اجواء خاصه خويا ايوب في هذه الازمه ديال كورونا يعني بزاف ديال الناس اللي غابوا على والديهم غابوا على ولادهم كنشوفوا يعني يعني عشنا خويا اجواء خاصه. الله يرفع علينا هذا الوباء هذا ان شاء الله يا رب العالمين. ايوب ابو ناصر مرحبا اخويا الله يبارك فيك مرحبا. متابعينا الكرام كنتو معنا في اطار هذه الجوله اللي قمنا بها معكم في بالضبط من كورنيش عند دياب. نلقاكم ان شاء الله في فيديو مباشر اخر. الى اللقاء.